أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج صدى الأقلام، نرصد فيها أبرز ما كتبته الأقلام في الصحف العراقية والعربية والعالمية. نبدأ بأهم العناوين. من البيان الإماراتية 63 قتيلا و2592 مصابا حصيلة التظاهرات العراقي في يومين. في صحيفة البصائر ازدياد حصيلة ضحايا التظاهرات وإعلان اعتصام مفتوح في بغداد وتسع محافظات. وفي العربي الجديد، عبد المهدي يأمر جهاز مكافحة الإرهاب باستخدام الإجراءات الضرورية لإنهاء الاحتجاج. في الزمان نطالع، الأمم المتحدة انتهاكات كبيرة لحقوق الإنسان في أثناء التظاهرات العراق. نقرأ من الهيئة نت، جيوش إلكترونية تهدد أكثر من 100 ناشط وصحفي بالقتل. وفي اندبندنت عربية العراق، الفصائل المقربة من إيران تتوعد بالثأر من الهجوم على مقرها. في القدس العربي نطالع، البنتاغون تعلن استهداف البغدادي بغارة في سوريا وتقارير تتحدث عن قتله. ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن العراقيين استأنفوا احتجاجاتهم بعد توقف لنحو 3 أسابيع، على الرغم من الوعود الحكومية المتتالية بإجراء إصلاحات ومحاربة الفساد، واصفين الطبقة الحاكمة باللصوص. وأضافت الصحيفة الأمريكية أن كلمات رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في الأيام الماضية عن سعي الحكومة لتلبية مطالب المحتجين لم تثم الشباب عن الاستمرار في احتجاجاتهم، بل لوحظ ازدياد عدد المشاركين في التظاهرات. الصحيفة تقول إنه إذا كان لكل متظاهر أسبابه في الاحتجاج، لكن الجميع يائسون من أي معاملة حسنة من قبل الحكومة للشعب، ويشتركون في فقدان الثقة من إمكانية تقديم أي إصلاحات جذرية. ونقلت الصحيفة عن أحد المحتجين قوله إنه لا وجود لإصلاحات حقيقية في البلاد، ولا تعد تصريحات المسؤولين الأخيرة ووعودهم سوى كلام لتهدئة خواطر الشعب الغاضب وتخديره، مضيفاً: نحن نطالب بوظائف وأراض سكنية ومحاسبة الفاسدين. وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة العراقية أعلنت عن إصلاحات تضم تشكيل محكمة خاصة لمحاسبة الفاسدين وإقالة بعض ضباط الجيش والشرطة ممن تورطوا في إطلاق الرصاص على المحتجين مطلع الشهر الحالي، لكنها رجحت معتمدة على مقابلات أجريت مع 10 محتجين من مختلف المهن والمناطق ألا يهدأ غضب الشعب رغم الوعود الحكومية، مشيرين إلى أنهم يعتقدون أن الحكومة الحالية ليست أفضل من النظام السابق قبل الغزو الأمريكي للعراق. وقالت الصحيفة إن الاحتجاجات شملت العديد من مدن وبلدات العراق، وفي بعض المدن بالمحافظات بدأ الناس ينصبون الخيام وكأنهم يستعدون لاعتصام طويل تعبيرا عن تمسكهم بموقفهم حتى تحقيق المطالب. الصحيفة حذرت في ختام تقريرها من دخول العراق في فوضى، موضحة أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي يتفهم جدية اللحظة، لكنه لا يستطيع إقناع الناس بالثقة في الحكومة وبقدرتها على التغيير. كل يوم تؤكد لنا الحكومة أنها حكومة سريعة جدا في قراراتها الخاطئة وبطيئة جدا في اتخاذ قرارات صحيحة، ما يدل على أن هناك مسافة شاسعة بين تفكير الحكومة ومعاناة قطاعات واسعة من الناس. علي حسين كتب في صحيفة المدى أن الحكومة أغمضت أعينها ولا تريد أن تعرف أن العديد من حكومات العالم المنتخبة تسقط حين تخفق في الإيفاء بوعودها للناس، فكيف بحكومة ضربت الرقم القياسي بعدد الذين قتلتهم في ساحات الاحتجاجات؟ ما يحدث كل يوم يدل على تخبط الحكومة وتصميمها على الضحك على الناس بشعارات جوفاء، حكومة أوجعت رؤوسنا بكلمة الشعب للكذب على الناس،
دون أن تكون عندها أي قيمة لهذا الشعب. حكومة دفعت الناس إلى حالة من الاحتقان الدائم ومن الكراهية للعملية السياسية ومن الإحساس بالظلم. فقراء بلادي مظلومون، الشباب يضيعون في بحور البطالة، والنصابون يزدادون ويتاجرون بأحلام وأموال الناس، والخصومة تزداد بين رجال السياسة وبين عامة الشعب. حكومة تصدر للناس تصريحات فاسدة فقدت صلاحيتها، وتعجز عن توفير أبسط الخدمات التي تقدمها دول وحكومات لا تملك 10% من ميزانية العراق. الدول تحمي مواطنيها بالشفافية والنزاهة والعمل المخلص، فيما تحولت حكومتنا إلى جهنم تكوي الناس بلهيبها. حكومة لا تقيم وزنا لهموم الناس، ولا تبالي لسرقة المال العام الذي لو جمعه السراق يمكن له أن يغطي ميزانيات دول الجوار. في دول تحترم مواطنيها نجد قوانين حازمة وصارمة تصل إلى حد الإعدام للذين يسرقون المال العام، وعندنا لا جريمة ولا عقاب. والأكثر خطورة أن الذين يدافعون عن الفساد أكبر بكثير ممن يهاجمونه. الكاتب رأى أن الحكومة ومعها مجلس النواب لا يريدان أن يدركا جيداً أن ما حدث في الأيام الماضية، وباختصار شديد أن مدن العراق استيقظت وقررت الخلاص من كل من تسبب في تقزيمها وتراجعها وخرابها، ولذلك فهي ليست تظاهرات ضد الفساد والخراب ومن أجل التغيير والإصلاح فحسب، وإنما هي تظاهرات لها هدف واحد هو استعادة العراق من خاطفيه. عن تقرير اللجنة الحكومية للتحقيق في قتل المتظاهرين السلميين كتب إياد العناس في صحيفة البصائر قائلاً إن حكومة بغداد تحاول عبر العديد من وسائلها وأدواتها وتوجهاتها طمس الحقائق وتغييب العقل العراقي وإخفاء الأدوات التي أسهمت في إيذاء المنتفضين وجرح الآلاف منهم وسقوط المئات شهداء في ميادين الحرية والفداء، وبتعمد واضح وإصرار مكشوف ودور فاضح يؤكد الاستهانة بالدماء الزكية التي سالت على أرض العراق الطاهرة. قرارات اللجنة المشكلة من قبل عادل عبد المهدي جاءت بعيدة عن الواقع المؤلم لما حصل، بل ولم ترتقي حقيقة إلى سمو وأهداف الشعب المنتفض ولا للدماء الزكية التي كانت قرابين للحرية والانعتاق من الظلم والتعسف الاجتماعي الذي يعيشه أبناء الشعب العراقي. اللجنة التحقيقية تميزت بالانحياز لحكومة بغداد وأجهزتها الأمنية والعسكرية، وجاء التقرير بدائياً أي افتقد لكثير من المعايير والأسس التي يجب أن يتصف بها أي تقرير يمثل هكذا حالات كبيرة وواقعاً مؤلماً وبدلائل واضحة وبتوثيق فني كامل. كانت اللجنة تمتلك الكثير مما يساعدها على توجيه الاتهامات الصريحة، ولكنها أمعنت في التبعية والانحياز، فكان التقرير بعيداً عن المهنية الصادقة والأفق الأمني الدقيق، وافتقر للمعايير القانونية. وعجزت اللجنة عن تحديد الأشخاص والأدوات والجهات التي كانت وراء عملية القنص، واكتفت بذكر الإحصائيات العددية واعترفت بالجريمة، ولكنها لم تمتلك الشجاعة والقوة والإصرار على ذكر العناصر التي كانت تستخدم أسطح البنايات العالية للمؤسسات والدوائر الحكومية في توجيه إطلاقات القنص على الجباه الشماء للمنتفضين، وهي تدرك حقيقة أن هؤلاء القناصين إنما هم تابعون لميليشيات مسلحة ولائية عملت وبدقة وبإصرار على محاولة إيقاف الزخم الجماهيري وإفشال التظاهرات بالاستخدام المفرط والمتعمد في مواجهة المنتفضين والانتفاضة. وأضاف الكاتب أن التقرير كما كان متوقعاً جاء بعيداً عن ذكر الحقائق الدامغة والأفعال الممنهجة والأساليب المتبعة، واكتفى بأن يكون تقريراً إحصائياً للأعداء وبدائياً في وصف المشهد الميداني للانتفاضة بعيداً عن المهنية الأمنية، ولم تكن النتائج التي خرج بها مفاجئة وغريبة للمتابعين المشهد السياسي العراقي، ولكنها بالتأكيد ستكون عاملاً مهماً وفعالاً في تحديد مسار وديمومة انتفاضة الشعب العراقي.
مع انطلاق التظاهرات الشعبية في العراق، ضخت الجهات الحكومية مصطلح ضبط النفس الذي تحول من أصله في التعقل والحكمة والتروي والحلم ليكون رديفاً للمذلة والقبول بالقتل المباشر والموت البطيء والنزوح والتشريد وفساد المسؤولين وفقدان أبسط مقومات الحياة البشرية. فاتح عبد السلام ذكر في صحيفة الزمان أن الجميع علناً أو تلميحاً يريد من جهة واحدة في البلد ضبط النفس. تلك الجهة هي الشعب الذي ظل يضبط نفسه طوال السنين الماضية دون أن يرى نتائج ملموسة لذلك. الشعب يزيد في ضبط نفسه يوماً بعد يوم، فيسكت عن السارق والقاتل والخائن والمفرط بحقوق العراق لأجل الوفاء لعهده في ضبط النفس، ثم يزيد من ضبط نفسه فيذهب إلى صناديق الاقتراع وينتخب أولئك جميعاً لكي يظهر أنه وطني ويحب بلده ويتمتع صدقاً وقولاً وعملاً بضبط النفس على أمل أن يجد غداً أفضل. وبقي العراقي يضبط نفسه، وهناك من كان ولا يزال يتربع على العرش خارج بلده ويتحكم في بيع دمه بأرخص الأثمان في أسواق سوريا واليمن، وهو متمسك ومردد لما يقولون حرفياً وضابط نفسه لأجل تلك الشعارات المغلف عنفها بالتقديس المزور. وبعد ذلك تأتي الحكومة في أثر الحكومة والخطيب تلو الخطيب، والعراقي هو نفسه ذلك الجائع الفقير المتعبد الذي عليه دائماً ضبط النفس حتى يظهر له نتائج مغايرة للتي سبقتها. وحين يكون الحال أسوأ من سابقه يطالبوه بعدم الجزع والصبر لثقل التركة وإظهار ضبط النفس برغم ما يكابد ويتوجع، ثم يأتي مرة أخرى الفاسدون وهو يتطلع إليهم ضابطا نفسه بعيون تقطر دما متسائلا لماذا يجب أن يكون قدره أن يقتلوه ويشردوه ويجوعوه ليعيش أولئك المحاطون بالهالات الفارغة أحسن حياة وينعمون بالثروات الوطنية كأنها من مواريث آبائهم. وأضاف الكاتب أنه حتى حين يغضب العراقي مطالبا بحق واحد من حقوق ما بعد القتل وليس حقا من حقوق الحياة، ويريد معرفة الذين قنصوا ابنه وأخاه ووالده في شوارع بغداد، يأتيه الجواب جاهزا سريعا: عليك بضبط النفس. فيا لها من نفس تلك نفس العراقي التي يراد لها إدمان الضبط بعد الضبط في حياتها وموتها. إن أهم ما يميز ما يحصل اليوم في الدولتين العربيتين اللتين سيطرت عليهما إيران في العراق ولبنان أن المواطنين الشيعة يثورون ضد الميليشيات الشيعية التابعة لإيران. عبد الله العتيبي رأى في صحيفة الشرق الأوسط أن ما يحصل اليوم في العراق ولبنان يؤكد أن المواطنين الشيعة لا يوالون سوى بلدانهم ولا علاقة لهم من قريب أو بعيد بالمشروع الإيراني الذي يتخذ من المذهب الشيعي غطاء يخفي خلفه أطماعه الإمبراطورية وحقده التاريخي على العرب بشتى انتماءاتهم. الحراك الشيعي الوطني المخلص والرافض للميليشيات والفساد هو العامل الأهم في المظاهرات والاحتجاجات في البلدين، فقسوة الظلم وفظاعة الفساد المفضوح ووقاحة الطائفيين لم تعد مقبولة، وقد أنهت قدرة الشعوب على الاحتمال، وبسبب ذلك فإن الوضع في البلدين مهيئ أكثر من غيرهما للتحول إلى حرب أهلية عنيفة ودموية لا تبقي ولا تذر، وهو على العموم ما تدفع الميليشيات المسلحة الموالية لإيران باتجاهه، لأن ولاءها المعلن هو لخدمة المشروع الإيراني. ولو كان بقتل الشيعة والمواطنين بالآلاف ونشر الفوضى والإرهاب والقتل بدم بارد، ذلك أن قرارها بيد المستعمر الأجنبي والعدو الغاشم الذي لا يعنيه مواطنو الدولتين بأي حال من الأحوال. يجب أن يكون المتظاهرون المخلصون على بينة من حجم التغيير الذي يفرضونه في بلدانهم وفي المنطقة ككل، حتى يستطيعوا تقدير الموقف بشكل أدق ويتخذوا قراراتهم على بصيرة. فثمن الحرية باهظ على طول التاريخ وعرض الجغرافيا،
وسيكون على المتظاهرين في البلدين أن يتحملوا التضحيات التي سيقدمون عليها، لأنها ستكون تحولاً كبيراً في موازين القوى لا في بلدانهم فحسب، بل في المنطقة بأسرها. الكاتب ذكر أن جرائم النظام الإيراني ضد شعبه يوضح حجم المعركة التي يخوضها هؤلاء المتظاهرون الأبطال، وحجم التغيير التاريخي الذي يسعون إليه. فالانعتاق من رق التبعية والعبودية للنظام الإيراني المحتل له ضريبة عالية، ولكنها ضريبة يجب أن تدفع إذا ما أرادت هذه الشعوب الانعتاق الحقيقي والكامل وبناء الدولة المستقلة الحديثة. ثمة ما يغري للمقارنة بين انتفاضتي لبنان والعراق، ذلك أن كلا البلدين يخضعان لنظام المحاصصة الطائفية وشهدا في السنين والعقود الفائتة تورماً في الهويات المذهبية والعرقية حد ابتلاع الهوية الوطنية الجامعة. هذا ما رآه عريب رنتاوي في موقع الحرة، الذي ذكر أن في انتفاضتي البلدين سقطت كثير من التابوهات ونزعت القداسة عن أحزاب وزعماء ورجال دين ظل انتقادها لسنوات طويلة في عداد المحرمات التي تكلف من يجرؤ على المس بها معاشه وموقعه ودوره وربما حياته. هتافات الشوارع والميادين في كل من بغداد وبيروت وغيرهما من مدن العراق ولبنان ضجت بالشعارات التي تسخر من هؤلاء جميعاً وتطالب بترحيلهم وتحملهم وزر الأوضاع الكارثية لمعيشة الناس والعامة. من منظور الجيوبوليتكس تبدو إيران الخاسر الأكبر في انتفاضتي العراق ولبنان، ففي هذين البلدين نجحت طهران خلال العقدين الأخيرين في بناء منازل وقلاع كثيرة وعصية على الاختراق، وربما لهذا السبب رأينا كيف تعامل الفريق المحسوب على إيران مع كلا الانتفاضتين بوصفهما مؤامرة خارجية من فعل السفارات والدول المتربصة، وكيف يجري تسريب الشائعات عن مراكز تمويل وتوجيه بل وغرف عمليات تعنى بتدبير الشأن العام في زمن الانتفاضة. لم يكن يخطر ببال إيران أن ترى نفوذها المستقر والمتعاظم في هذين البلدين وقد بات عرضة للانهيار من دون حروب وكالة ولا مواجهات مباشرة وتحت ضغط القوة الناعمة، ولكن الجارفة للجماهير الغاضبة والهادرة في الشوارع والساحات هي لحظة لم تدخل في حساب التخطيط الاستراتيجي أو نظرية الصبر الاستراتيجي لطهران. هي لحظة داهمة ومربكة يصعب تركها لتفاعلاتها وتداعياتها، ويصعب وقفها في الوقت ذاته بقوة الصواريخ والمدافع. إنها الحيرة الإيرانية التي لم تكن لتخطر ببال أحد. وأضاف الكاتب أنه لا نعرف كيف ستنتهي انتفاضة لبنان ولا كيف ستتطور انتفاضة الشعب العراقي، ولكن المؤكد أن لبنان والعراق بعد ثورتيهما الشعبيتين لن يظلا على ما كان عليه من قبل، فإيران عرضة لهزات ارتدادية لهذه التحركات الشعبية، وحلفاؤها سيتصدرون قائمة الخاسرين بنتيجتها. بعد انتقادات لاذعة وجهت على منصات التواصل الاجتماعي لفنانين وشعراء وممثلين عراقيين بسبب صمتهم في تظاهرات الأول من هذا الشهر ومقارنتهم بنظرائهم في لبنان وموقفهم من تظاهرات بلدهم، سجلت تظاهرات العراق مشاركة فاعلة لعدد كبير منهم في بغداد ومدن جنوبي البلد، وأصيب بعضهم باختناق من جراء قنابل الغاز. قد ذكرت صحيفة العربية الجديد أن ناشطين ومدونين سجلوا حضورا واضحا لفنانين ومشاهير عبر مقاطع مصورة ولقطات تظهرهم داخل حشود المتظاهرين، وقد تعرض عدد من الفنانين والفنانات لحالات اختناق بسبب استذاف بالغاز المسيل للدموع نقلوا على إثرها إلى المستشفيات لتلقي العلاج. وكشف متظاهرون أن قوات مكافحة الشغب كانت ترصد تجمعات الفنانين والإعلاميين وتطلق عليهم القنابل المسيلة للدموع بشكل مباشر ومتعمد، لأن وجودهم كان يعطي زخما
للتظاهرات. وقبل الختام مشاهدينا الكرام، نبقى الآن مع مجموعة من الرسوم الكاريكاتيرية. انتهت بهذا جولتنا الصحفية مشاهدينا الكرام، غدا بإذن الله على صدى أقلام جديد، في أمان الله.